بسم الله الرحمن الرحيم. كل التقدير والمودة والتحية لحضراتكم جميعا. النهاردة هنتكلم في موضوع غاية في الأهمية، موضوع المرحلة. الحقيقة أنا في رأيي إن هو موضوع الكرة الأرضية، ليس موضوع الشرق الأوسط، وليس موضوع العراق، وليس موضوع سوريا، وليس موضوع داعش، وليس موضوع دولة واحدة أو منطقة، إنما هو موضوع العصر والمرحلة والحقبة، هو موضوع الكرة الأرضية. تكلمت مع حضرتكم منذ أكثر من سنة، وأكرر منذ أكثر من سنة، وفيديوهاتي على هذه الصفحة وتعليقاتي وكلماتي وصوتي وصورتي بالفيديو في مقاطع كثيرة، قلت لكم بأن هناك معركة فاصلة ستكون بين صدام حسين وخصومه. أنا رجل باحث، أنا لست درويشا لأحد، ولا بوقا لأحد، ولا أستخدم لأحد، ولا أعمل مع أحد إلا الشعوب العربية. أنا أعمل من أجل الشعوب العربية، أنا أعمل من أجل قناعاتي وإيماني بقضيتي وقضايا الأمة والإنسانية جمعاء. هذه قناعاتي، لست درويشا في مدرسة أحد، ولا في موالد أحد، ولا ضيفا على موائد أحد مطلقا. أقول أنني قلت لكم مرارا بأن هناك معركة فاصلة، والحقيقة أنا حددتها لحضرتكم برضو وما زلت ولسه فاكر. قلت لكم في منطقة الأردن، فلسطين بإسرائيل، بالعراق، بالخليج، بتركيا، بإيران، بروسيا، بسوريا، بهذا الحزام. الآن أتحدث عن الموصل ومعركة الموصل. لكي نكون مقننين، أنا عاوز بس أقف مع حضرتكم مجموعة وقفات مهمة جدا، ونشيل صدام حسين نحطه في جنب، ما نتكلمش فيه خالص دلوقتي، هو البطل المستتر في حديثي الآن، ونتحدث في نقاط مهمة غاية في الأهمية، نقاط سياسية واضحة. الموصل، إيه هي الموصل؟ سياسيا وعسكريا واستراتيجيا وتاريخيا وحضاريا وجغرافيا وسيسيولوجيا، كل حاجة. الموصل مدينة تاريخية كبيرة جدا، هي تاني مدينة في العراق من حيث عدد السكان، يعني تعداد سكان بغداد يتخطى 5 مليون. تعداد سكان المدينة الثانية الموصل 2.5 مليون نسمة، هي المدينة الثانية من حيث السكان، وهي مدينة تاريخية كبيرة جدا. كانت منذ عام 1080 قبل الميلاد تحت الحكم الآشوري، وصلت في معارك كبيرة جدا ما بين الساسانيين والرومان تاريخا كبيرا عريضا، ثم بعد ذلك وصلت إلى الحكم الإسلامي سنة 16 هجرية في عصر الخليفة عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم مكثت 4 قرون تقريبا تحت الحكم العثماني التركي، وانتهت بمعاهدة أنقرة سنة 1926 في أنقرة التركية، حين فصلت في المسألة
بريطانيا ما بين العراق و تركيا، واعطت السياده لمنطقه الموصل اللي هي شمال العراق كلها معناها يعني للسياده العراقيه، ووضعت بعض الشروط في انا كقانوني بقى في اتفاقيه انقره الخاصه بترسيم الحدود ما بين تركيا والعراق في منطقه الشمال، بين اي يعني تحتفظ تركيا بالتدخلات العسكريه لها اذا حدث ما يعتبر قلاقل تضر بالمنطقه الحدوديه بينها وبين العراق، يكون لها حق التدخل بشكل، للمهم انها يبقى لها حق التدخل. يبقى دي نقطه ونركنها دلوقتي هنحتاجها بعد شويه. طيب الموصل سميت موصل ليه؟ لانها بتوصل ما بين نهر دجله والفرات. طيب مدينة تاريخية كبيرة جدا، نعم. في نقطة مهمة أوي عاوزين نقولها هنا، إحنا غافلين وناسيين الأنفاق اللي عملها صدام حسين تحت العراق، أنفاق خارطة من الأنفاق خيالية وبصراحة سرية للغاية، في مواجهات عسكرية بتحدث دلوقتي في الموصل، والمعركة في الموصل بدأت منذ شهر، والمعركة في الموصل ما بين مجموعة من القوات المتقاتلة طرفين، شوف القوات، طرف فيه القوات العراقية النظامية ده واحد، اتنين طرف آخر من البشمركة، طرف آخر معاهم من قوات التحالف. في مقابل من؟ عد معايا. رقم واحد الطريقة النقشبندية بقيادة السيد عزت إبراهيم الدوري ده واحد. اتنين جماعة أنصار السنة الجهادية. ثلاثة السلفية الجهادية العسكرية. أربعة ضباط كثيرون من الجيش العراقي في عصر الرئيس صدام حسين. خمسة داعش. يبقى حضرتك قدام قوام كبير جدا 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 بالأرقام خمسة إلى واحد. تعالى سيبني من خمسة إلى ثلاثة، سيبني من الأرقام، لأن الأرقام في صالح داعش والقوات اللي معاه بكل المقاييس. طيب التسليح، أنت لما بتشوف داعش وبتشوف القوات اللي بتقاتل معاها في صفها في خندقها بتلاقي تسليح كبير جدا، بادئ من أسلحة ثقيلة للغاية ورشاشات جديدة حديثة ليست قديمة، يعني مش سلاح متوارث من جيش صدام في عصر صدام ما قبل 2003، لا بتشوف سلاح حديث مستورد نيو لسه بيتفتح من علب وكراتين، بتشوف طيران بدون طيار، بتشوف أجهزة كمبيوتر مش لابتوب وكمبيوتر، بتشوف تحرك وحرب إلكترونية. إذا أنت قدام حرب منظمة ممولة ضخمة كبيرة فوق مستوى الدولة مش دولة. طيب إحنا هنتكلم في كل حاجة من غير محاذير ولا أسرار. يبقى أنت قدام وضع مش عادي. طيب الموصل سقطت في إيد داعش إمتى؟ في شهر نوفمبر شهر 11 زي دلوقتي اللي إحنا فيه ده، بس في 2014، يعني بقالها سنتين في ايد داعش الموصل. طيب هل الموصل لوحدها كانت في ايد داعش؟ لا، كانت الموصل وثلثي العراق، تلتين العراق كانت في ايد داعش. النهارده جزء كبير في ايد داعش وعلى راسه الموصل اللي هي العاصمه الثانيه. طيب نقول حاجه عشان ما ننساهاش، الموصل متى سقطت في ايدي القوات الامريكيه؟
بعد صدام في اليوم الثاني لسقوط بغداد، بعد يومين فقط من سقوط بغداد، ويوم 1 ابريل سنه 2003 سقطت الموصل في ايد القوات الامريكيه اللي احتلت العراق. يبقى بغداد ثم هنا. اذا هناك قوه كبيره تريد ان تبدا بالسلسله من العكس، يعني تحرر الوضع بدايه من الموصل ثم ذهاب الى بغداد. النقطه اللي بعدها الموصل، ايه اللي خلاها تسقط بمنتهى السهوله كده في ايد داعش والقوات المتحالفه معاها؟ ان في قوات كبيره ضخمه، ان في فشل في الاداره العراقيه وقتها قبل في 2014، ان في قوه كبيره جدا جدا من داعش ومؤثره، وكان في اكتر من 200 سياره مدرعه ومحمله بالسلاح والعتاد وال 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 وال، قوه كبيره. طيب اذا انت في معركه الموصل قدام قوتين مش غير متكافئتين، انت قدام قوتين متكافئتين جدا من حيث الشكل والمضمون، لكن من حيث المهارة العسكرية ومن حيث القتال والقوة داعش أكتر. مش بنخوف حد ولا بنهول، احنا بنقيم الوضع للتعامل مع الحقائق، بنقيمه تقييم علمي وفقا لحدث وكان وقائم، وبنحذر مما سيكون. طيب هذه الداعش التي بسطت نفوذها على الرقة في سوريا وعلى الموصل في العراق، هناك خط فاصل ما بين الرقة والموصل طوله 466 كيلومتر، هناك خطوط إمداد تأتي من سوريا إلى الموصل، والعكس أيضا صحيح. إذن هناك علاقة مباشرة، حيث أن الموصل هي الممر الرئيسي والاستراتيجي الخطير لداعش في الاتجاه إلى سوريا، وهي الممر المهم لدخول. لما صرح مؤخرا في هذا الشهر، في شهر نوفمبر اللي احنا فيه دلوقتي 2016، وزير الخارجية التركي، وقال سندخل الحرب، لن نقف مكتوف الأيدي، وستدخل تركيا الحرب ضد داعش، ولن نتوقف بل سندخل سوريا من هذا المكان وهذا الممر. إذن هناك ممر أيضا يوجه إلى سوريا من هنا، حلم في رأس تركيا. إذن تركيا مش واقفة على الحياد. تركيا هنا، وبعدين نرجع نكمل، لها مجموعة متناقضات خطيرة جدا في هذا الموضوع. تركيا تقود حربا في حلب، ريف حلب، بعنوان هي مسمياه كده، بعنوان تركيا بتقود حرب كبيرة في ريف حلب في سوريا بعنوان درع الفرات. الغرابة انها هناك في درع الفرات رفضت انها تتعاون مع قوات الأكراد، القوات الكردية. لماذا؟ قالت ان انا اخشى من المد الكردي في المنطقه دي، في منطقه الجنوب اللي هي ايه اللي على حدودها الجنوبيه مع سوريا. قالت لا، انا مش هعمل علاقه مع الاكراد دول، في حين انها في المنطقه الحرب الاخرى في الموصل عملت معاهده مع قاده الاتراك، مع قاده الاكراد. تركيا عملت معاهده واتفاق مع قاده الاتراك، وعملت لهم معسكرات، و جعلت من بعشيقة مكان استراتيجي للمعسكرات التدريب والتجهيز لخوض معركة كبيرة ضد داعش. السؤال، هل هي هتكون ضد بشار الأسد والستار داعش، ولا هل هي بالفعل هتكون ضد داعش؟ دي مجرد علامات استفهام مهمة. من تناقضات الوضع برضو التركي حتى لا نتوه، ان تركيا لها وجهة نظر في بشار الاسد،
وجهة نظرها في بشار انها مش عاوزة بشار، وتركيا متحالفة مع السعودية، والسعودية ايضا لها رؤية في بشار مش عاجبها بشار، ولكن كليهما السعودية وتركيا لهم رأي مخالف في عبد الفتاح السيسي في مصر. فالسعودية تؤيد عبد الفتاح السيسي بغض النظر عن الأمطار والأسابيع الأخيرة والأيام والساعات الأخيرة، لكنها منذ 2011 منذ سقوط مبارك وهي لها موقف صانع وداعم لعبد الفتاح السيسي. في حين العكس تماما تركيا مع الإخوان، وهذه من طرائف السياسة وغرائبها. ثم بعد ذلك تجد أن تركيا تؤيد الإخوان وهي أيضا، وتركيا لا تحكم بالشريعة الإسلامية، في حين أن تركيا علمانية، أول بند في دستورها أن تركيا علمانية. فكيف لتركيا العلمانية أن تؤيد الإخوان المسلمين؟ ما علينا، دي قضايا من قضايا التناقضات والنكت الكوميدية في السياسة التركية وغيرها. طيب أنت الآن أمام معركة غير عادية في الموصل، لازم تفهمها وتعرفها كويس أوي. ما تنساش إن صدام حسين له قصر فخم عظيم كبير في الموصل. ما تنساش إن ابنيه زي ما بتقول أمريكا إنها ضربت ولاده في الموصل حسب رواية أمريكا. ما تنساش إن صدام حسين أقام تحت الموصل أنفاق سرية غير معلومة، وهي الشريان الحقيقي الآن للمنظمات الخمسة اللي قلنا عليها اللي هي بتواجه القوات الرسمية أو النظامية في العراق وبتواجه القوات الدولية للتحالف. السؤال، هل بعد سنتين من احتلال داعش وحلفائها أو رفيقاتها للموصل، هل ممكن تنتهي المعركة بهزيمة داعش مع وجود هذه الأنفاق الغير عادية وهذا المدد الغير تقليدي والأسلحة الغير معلومة والقيادات الغير معلوم أماكنها وهذه الأمور؟ دي نقطة نظام، أنا شخصيا لي رأي في هذا الموضوع مش هنقوله للآخر. طيب السؤال، معركة الموصل إلى أين تصل؟ ومعركة الموصل كيف بدأت؟ وحلفاء الموصل وخصوم الموصل إلى أين؟ قلنا أن الموصل بتشكل مكان استراتيجي كبير جدا، لكن الحقيقة أنا شايف أن المشكلة في هذه المنطقة ليست منطقة تحرير موصل، وليست منطقة طرد داعش، وليست قضية السيطرة على الإسلاميين أو الإرهابيين أو المتطرفين، لكن القضية هنا هي قضية بسط سيادة على النفط في المنطقة وموارد المنطقة والطاقة. هي حرب طاقة من أجل الحفاظ على الطاقة. أنت قدام الخليج وأمريكا وتركيا في كف، وقدام روسيا وإيران والعراق في كف، سيبك من سوريا كسوريا كنظام، لكن أنت أمام روسيا وسوريا و إيران والعراق في كفة كبيرة جدا، وهناك في الكفة الأخرى أمريكا وتركيا والخليج. حرب طاقة، حرب نفط، ليست حرب تحرير، بدليل إن أمريكا اللي بتقول إنها كانت مع تحرير الكويت، ما هي نفسها احتلت العراق. ولا هل هو تحرير الكويت سنة وتحرير العراق واحتلال العراق ما كانش حرام؟ كان حلال على جميع المذاهب والأديان؟ لا، المسألة إنها حرب طاقة، حرب مقصود بها حماية منابع النفط، خصوصا لما نعرف إن داعش سيطرت في سوريا على أكبر بئر نفط موجود في سوريا، خصوصا لما نعرف إن الموصل بآبار النفط وحقول النفط اللي هناك كلها تحت سيطرة داعش، خصوصا لما نعرف إن الأنفاق السرية السحرية والدهاليز المخفية عالم آخر تحت الأرض لن تستطيع أن تنفذ إليه أمريكا أو أي دولة في العالم. ترسانة من الأسلحة الغير تقليدية،
ترسانة من الجيوش والجنود الغير تقليدية، قيادات خطيرة خرافية. فانت قدام حرب من سنتين ما انتش قادر تزحزح. انت بتتصور ان داعش 35,000 او 60-70,000 زي ما انت بتسمي؟ انت بتتصور ان داعش والقوة اللي انا عديتها لكم دلوقتي، الخمس قوة دي قوامها يبقى 100,000؟ انت بتتصور ان مش هناك جيوش من العالم كله، ناس من جنسيات متعددة، ناس متطوعة، ناس داخلة في هذه القضية بفكر جهادي؟ انا لست مع ولا ضد، لكن انا راجل مفكر، ابحث واحلل واشير الى الخلل واحذر امتي. انا احذر امتي من اي شر او شرر. لست مع الارهاب ولا التطرف ولا القتل ولا الدم ولا الجبروت ولا السطوة ولا نهب السلطة ولا احتلال البلدان ولا قتل الانفس ولا ازهاق الارواح ولا نهب الثروات. لست مع هذا. لكن احنا قدام مسلمة خطيرة وشيء مخيف للغاية. تعالوا بقى نتذاكر ونتذكر وندخل عند صدام حسين شوية، وندخل عند تنظيم القاعدة، ونشوف متى ولد داعش. في لقاء سابق اتكلمت مع حضراتكم على ان صدام حسين قال كلمة خطيرة جدا 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 في مجلس مؤتمر مجلس التعاون العربي اللي عمله، والذي تأسس في بغداد في 16 إبريل سنة 1989. 16 إبريل يوم 17/5/1989، يعني بعد هذا المؤتمر بأيام قليلة، صدام حسين عمل مؤتمر اسمه مؤتمر مجلس لعلماء الدين الإسلامي، وألقى كلمة فيه مهمة جدا. لذلك أنا بقول لحضراتكم، ما هو دورنا إحنا كباحثين ومثقفين وأهل فكر وأصحاب قلم ورؤية وتصور، إن إحنا نبص من زاوية مختلفة ونبحث في عمق الأشياء ومكنونها ومفهومها، عشان نحذر أمتنا ونشاور لهم على الخطأ والزلل عشان يوعونه. وإلا يبقى إحنا كمفكرين لم يناط إلينا الأمر الحقيقي من الوعي لكي نحذر أمتنا ونحافظ عليه، ونكون أهملنا دورنا الحقيقي وتخاذلنا فيه. يبقى يوم 16 إبريل سنة 1989 أسس صدام حسين حلفا يسمى مجلس التعاون العربي، مكون من 4 دول، هي العراق ومصر والأردن واليمن. وجبت لكم الخطاب، أنا موجود على نفس موقعنا ده من يومين ولا أو 3. الكلمة الخطيرة اللي قالها الرئيس صدام حسين بيتكلم في الخطاب ده، عاوزين نحدده كلمة كلمة. هو نفسه قال لي، الراجل قال لي ده أخطر خطاب في حياتي وأخطر كلمة قلتها، ومن هنا أمريكا قررت إنها تسقط صدام حسين. ده كلام الرجل من فمه إلي مباشرة. فهو يعي ذلك. بعدها بأيام حصل مجلس العلماء يوم 17 مايو هو شهر 5 سنة 1989. وقف الرئيس صدام حسين يلقي كلمته وقال ايه؟ وقال لا شرع يمكن ان يكون او يسمو او يحكم في الارض الا الشرع الاسلامي، والشريعة الاسلامية هي افضل حكم وشرع، ويجب ان يحكم بها الامة العربية ان تحكم بها. وقعد يتكلم، العلماء هللوا وكبروا وقال الله اكبر الله اكبر. اذن صدام حسين بدأ يبقى صدام حسين آخر. ولذلك أنا عاوز أقول لكم، صدام حسين قبل سنة 1990 لما بدأ يدخل بقى الكويت ويعمل الحدوتة دي ويعمل مجلس الحلف اللي هو بيعمله ده، غير صدام حسين قبل كده
من اول 28 ابريل 1937 تاريخ ميلاده لغايه 1990 صدام حسين مختلف عن صدام حسين بعد 91 بعد 90 لغايه 2003. صدام حسين ده مرحله ثانيه، صدام حسين مرحله ثالثه من اول 2003 لغايه النهارده 2016. سيبك من اوهام صدام مات وقتل واعدم واتقبض عليه، اوعى تصدق الكلام ده، اسمع كلامي وانا هتكتشف ده قريبا. طيب صدام حسين بدا يتكلم في الدين الاسلامي والناس تهلل، بدا يفكر يعمل حلف وقعد ينظر ويخطط ويقول في العقيده العسكريه والسياسيه زي ما سمعته في خطاب او كلمته في المؤتمر، كانت الجلسه كانت دوره الانعقاد الثانيه للمؤتمر ده، وكانت في عمان في الاردن والاولى كانت في بغداد. فبدا يتكلم عن وجود قوه موازيه في غياب روسيا وفي توحش ووجود امريكا لوحدها وفي تراجع الدور البريطاني والدور الفرنسي عن السابق في ظل الهيمنه الامريكيه وفي ظل التراجع الروسي. فقال لك لا، احنا لازم يبقى عندنا قوه ثانيه موازيه واحنا اهل لهذا الامر. فبدا صدام حسين يتكلم بانه عاوز يعمل زعامه كبيره عربيه. فبدا جاب اربعه، وللاسف فيهم واحد خايب الرجا اللي هو علي عبد الله صالح، حتى في الجلسه تعرف انه خايب الرجا، وفيهم اتنين خونه وعملاء، حسني مبارك والملك حسين. يعني اختيار صدام حسين من الاول اختيار اكس، اختيار خاطئ للغاية. لكن هو تصور ان حسني مبارك او ان مصر قوية. اه طبعا مصر قوية، لكن مش حسني مبارك. مصر بعد موت جمال عبد الناصر ما بقاش فيها مشروع قومي ولا عروبي. انا بعشق السادات زي ما قلت لكم، لكن السادات ما عمل مشروع تبعية للغرب والامريكا بانه عاوز ينقل بلده حضاريا واقتصاديا ووضع معين، وعاش دور معين بعد 73. لكن صدام حسين كان يفكر في هذا الحلم ودمر برضه الحلم القوم العربي. انا ودي حقيقه لازم نعرف، ما عملش حاجه، عاش حلما في خياله لكنه لم يحققه. وكذلك عبد الناصر عاش الحلم في خياله ومات ولم يحققه، مع الفرق ان عبد الناصر بذل مجهود كبير قوي اكتر من صدام حسين. لكن في النهاية لا ده حقق حاجة ولا ده حقق حاجة، بس صدام خسر كل حاجة، عبد الناصر ما خسرش حاجة، كسب كل حاجة. ما علينا، مش ده موضوعنا. فحصل بقى المؤتمر، بدأ صدام حسين يبقى مختلف من عام 1989 أو يعني أواخر لغاية 90، بدأ يبقى مختلف في 90. بدأ يبقى عنده نزعة دينية إسلامية، بدأ يبقى عامل زعامة، عاوز يعمل زعامة سياسية من منظور الإسلامي مغلف بشكل إسلامي. ولذلك جه عمل القانون رقم 6، القانون رقم 6 لسنة 1991 بتغيير العالم العراقي، كتب فيه بدمه من شريانه بدمه، كتب بإيده الله أكبر على العالم. ليه؟ بدأ يغير الاستراتيجية، ودي من عبقرية صدام حسين، إنه يعرف يغير استراتيجياته ويقنع الشعوب، شعبه ويقنع الشعوب العربية بذلك. ودي ملكات ما يشاركوش فيها غير جمال عبد الناصر بس، بالنسبة للحكام العرب أو في الشرق الأوسط. فبدأ يغير استراتيجيته، خصوصا لما حس بعد موضوع الكويت ان امريكا بتتدخل، فهو عاوز يقول ان الحرب اسلاميه. طب السؤال، انا هقول لكم بقى معلومات اهو بقى، يعني احنا بنتكلم دلوقتي في تحليل عام وهخليكم فيه معلومات انتم مش عارف، يعني كثير مش عارفينها. ايه اللي عمل ده في راس صدام حسين؟ مين اللي خلى صدام حسين يتكلم بمذهبيه دينيه ويعزف على الوتر الديني؟ اسامه بن لادن. كانت انتهت
هزمت روسيا في افغانستان. روسيا هزمت في مستنقع افغانستان، واسامة بن لادن اصبح سوبر ستار كبير على المستوى السياسي والعالمي، فاصبح يتنقل بين الرؤساء وبين الملوك وبين الزعامات، يعامل كزعيم كبير. والتقى به صدام حسين عن طريق الترابي، حسن الترابي، وعن طريق الرئيس السوداني البشير. ما الذي حدث؟ بدأ صدام حسين يميل إلى هذه العبقرية في أسامة بن لادن، وأسامة بن لادن هزم روسيا، وأسامة بن لادن ضحر روسيا، وأسامة بن لادن هزم الجيش الأحمر، وأسامة بن لادن أسقط روسيا وانهارت في مستنقع أفغانستان. فصدام حسين قال لازم استفيد من هذه القوة العسكرية والحلف العسكري الخطير لأسامة بن لادن، استفيد منه في بناء هذه الإمبراطورية الكبيرة اللي هو بيحلم بيها، اللي بدأ يعلن عنها في 89-90. ولكن أسامة بن لادن شخصية ما ينفعش تبقى علنية، تبقى معلنة. فبدأ أسامة بن لادن تبقى علاقته بصدام حسين علاقة سرية للغاية. نقف هنا شوية. في اللعبة السياسية في مذاهب غريبة تخضك، أغرب من لعبة تركيا مع الأكراد في ريف حلب ومع الأكراد في معركة الموصل. خلي بالكم، ده كلام سياسة مهم جدا. صدام حسين عنده عقيدة وخلاف تاريخي منذ 1979 إلى 1987-88 إلى توقف الحرب العراقية الإيرانية مع إيران. عادي جدا. أسامة بن لادن سني مذهبي، سني شيخ سني كبير يرفض ويكفر الشيعة. ده معلوم بالضرورة لدى كل علماء السنة في المملكة العربية السعودية وفي كل مكان، يكفرون الشيعة اللي بيسبوا السيدة عائشة وبيسبوا أبو بكر وبيسبوا عمر ويؤلهوا علي ويحطوا من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن قال اللهم صلي على محمد عادي. فهذه مذهبية مختلفة تماما، والشيعة ينظرون إلى السنة على أنهم نجس، والعكس أيضا صحيح من قبل السنة. لكن حديثنا عن العلماء مش عن الأفراد دلوقتي، وعن السياسات، مش السياسة بس، سياسات واستراتيجية كل من علماء السنة وعلماء الشيعة. إذا لا يقبل ولا يمكن أن يقبل أبدا بأي حال من الأحوال أن تكون هناك علاقة بين مثلا أسامة بن لادن والسيستاني، مستحيل، ده ناقضين أقصى اليمين وأقصى اليسار. تخيل بقى إن السياسة تفعل ذلك. نعم، ولعبة المصالح. طب إيه اللي أكد كده؟ ألم تعلموا بأن أسامة بن لادن ابن سعد وبناته فاطمة وخديجة وزوجته خيرية وابنه حمزة وخيرية وأم حمزة و25 فرد من عائلة بن لادن كانوا مقيمين في طهران لسنوات بعد سقوط أفغانستان، بعد خروج سقوط طالبان وانهيار أفغانستان. طب راح فين بن لادن؟ بقى بن لادن ذهب في زيارة إلى هناك ونسق وترك أهله ورجع تاني. إمتى ده حصل؟ سنة 93 حدث اجتماع في الخرطوم ما بين أسامة بن لادن، أيمن الظواهري رقم 2، عماد مغنية زعيم الشيعة قائد الجناح العسكري في حزب الله الشيعي، وحسن الترابي مع الرئيس البشير. انت قدام تحالف غريب الشكل، انت قدام تحالف غريب الشكل للغاية، مريب.
سنة شيعة ترابي بشير سنة 1993 في السودان. بدأ هذا الاجتماع بفتح خطوط وجسور كبيرة جدا ما بين أسامة بن لادن وإيران، أقصى اليمين وأقصى الشمال. إزاي؟ في السياسة كل حاجة مباحة ومتاحة، فوق الحزام وتحت الحزام وفي الحزام نفسه. طيب كل ده وصدام حسين على الخط، دوره فين ومكانه فين مش قضية دلوقتي، سايبين صدام حسين. لكن أسامة بن لادن الذي عبث في رأس صدام حسين وجعله يتحدث يغير العالم سنة 91، وجعله يتحدث عن الشريعة الإسلامية، وجعله يغلق. أنا مش مختلف مع كده، أنا سعيد بكده جدا إن الراجل يبقى متجه إسلاميا ودينيا وماله عادي، مش أنا زعلان يعني. وخلاه يرفض استيراد الخمور، وخلاه يقفل حانات وخمرات الخمور، وخلاه يعمل صيحة كبيرة وتقدم ديني مهم جدا، وبدأ يغير وحط الله أكبر بدمه على العالم. مين اللي عمل كده؟ أسامة بن لادن في رأس صدام حسين. طيب إذا تنسيق ما بين أسامة بن لادن وصدام حسين، وتنسيق ما بين ما بين أسامة بن لادن وطهران، ده شيء مرعب جدا، ده شيء خطير للغاية. وانتوا واقفين لسه عند هو صدام فين؟ هيظهر امتى؟ هي دي المسألة. الموضوع أكبر من كده، الموضوع كبير جدا جدا جدا، تخطى كل الخيالات والحدود. نستوعب عشان نعرف الحقائق. من هنا بنقول كل حاجة مش طبيعية. بعد كده ما احنا بنقول لكم يعني ايه ايديا اوت بوكس، فكرة خارج الصندوق. تعالوا نفكر خارج صندوق الممكن والمعتاد، ما تبصوش للصورة في الإعلام. الإعلام بيقول إيه؟ وزار الرئيس فلان الفلاني دولة كذا، ما يزور، لكن هو ظاهرها يعني هناك بيصيف. لا، في حاجات تحت الترابيزة وحاجات فوق الترابيزة، إحنا بقى بنقول لك كل اللي في الكواليس اللي من تحت الترابيزة. ففي 93 أيمن الظواهري يلتقي هو وبن لادن مع عماد مغنية مع حسن الترابي مع البشير في السودان للتنسيق وفتح الخطوط والعلاقات الكبيرة والبزنس بينهما. طب أسامة بن لادن بيقود إيه؟ بيقود القاعدة، تنظيم القاعدة. لسه بقى ما اتولدش، لم يولد داعش. عشان نصل إلى داعش اللي هما مش عارفين مصدرها، قال يعني العالم مش عارف فين داعش وجاية منين؟ ما أنا مش مسؤول عن خبل العالم يعني. فالذي حدث أن تنسيقات كبيرة ما بين أسامة بن لادن قائد القاعدة والرجل الثاني معه أيمن الظواهري المصري، وما بين حسن الترابي والبشير وعماد مغنية. بعد ذلك حدث اجتماع بعد ثالث يوم، حدث الاجتماع الأولاني ثالث يوم بعد ما أسامة بن لادن أقر كل الأمور واتفقوا عليها. أتى إليهم من رئيس جهاز الاستخبارات والأمن الإيه؟ الإيراني، ومعه قائد الحرس الثوري في إيران، واجتمعوا مع المجموعة ليكتملوا ست رؤوس بتخطط. بتخطط إيه اللي جمعهم؟ اللي جمع كل هذه الأفكار هو حلم صدام هناك في بغداد، واللي متفقين عليه هنا وإيران أيضا، هو واحد طرد أمريكا من الخليج. هي دي الأجندة. فكل هذه الخصوم وكل هذه الحمائم والصقور أو الغربان والنسور مجتمعة وبتفكر في قضية واحدة بتجمعهم، لعبة المصالح في ضرب الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أنهم يخرجوا من الخليج. وده اللي قاله صدام حسين في كلمته سنة في 90 على طول في الدورة الثانية في مجلس التعاون في بغداد في عمان. وده اللي بدأ صدام حسين يقوله ويدعو إليه كحلف اللي عمله في 16 فبراير سنة 1989. وكذلك أسامة بن لادن بيقول أخرجهم من جزيرة العرب. وكذلك إيران هدفها الرئيسي استخدام كل هؤلاء لتحقيق حلمها في احتلال الخليج بالكامل
واحتلال كل منطقة البحر الفارسي اللي هي بتسميه البحر الفارسي اللي هو الخليج، والهيمنة والسيطرة على النفط وملامحه واحتلال المنطقة وضرب كل مصادر، وده هذا لن يتحقق إلا بطرد أمريكا وبريطانيا من الخليج. ده تصور إيران. ولذلك أنا هحفز بيكم فوق الأحداث وأروح لموقف وبعدين أرجع لكم. في لقائي في إيران، ما أنا زرت إيران مرة واحدة سرية. في زيارة إيران اللي دعاني محمد جواد ظريف وزير الخارجية، وعن طريق مجتبى أماني سفيرهم في القاهرة، قدموا لي دعوة سرية لزيارة طهران للاجتماع بوزير الخارجية. رحت. أنا كاتب وباحث، أنا مش منغلق، أنا مش قاعد في أمه، مش قافل على نفسي ورافض كل حاجة. أنا آسف يعني، أنا مش صدام حسين، مش قافل على نفسي. هو مقتنع بكده الرئيس صدام، هو حر، لكن أنا فكري، أنا رجل متحرك، أنا رجل باحث مفكر، مش راجل حاكمني أو حبسني المنصب السياسي، مش رئيس دولة ويتحاسب عليا، لأ. أنا أقابل كل الناس، ألب كل الدعوات، أقرر أو ما أقررش، أفعل أو ما أفعلش، يؤخذ لي أو عليا، ده اللي تأكده التجربة والمواقف المعلنة والغير معلنة. فرحت قابلت محمد جواد ظريف في وزارة الخارجية، وبعد كده رحنا أماكن وحدثت حاجات طبعا توب سيكريت كثيرة، لكن عاوز أذكر لكم موقف مهم يعني. فأنا بقول أنا جالس مع السيد علي خامنئي بنتكلم، فبيقول لي تفتكر مين هو العدو الاستراتيجي لإيران؟ قلت له هتقول لي إسرائيل ولا أمريكا، أنتوا أصحاب إسرائيل وأصحاب أمريكا. فضحك علي خامنئي. فقال لي لا إسرائيل ولا أمريكا. قلت له طبعا السعودية ودي معروف. قال لي لا مش مشكلة، السعودية دي مش مشكلة عندنا. قلت له يعني مين، يعني مين هو العدو الاستراتيجي ليك؟ وقال لي بريطانيا. بريطانيا. فكان شيء بالنسبة لي صادم، فجلست أبحث في أوراقي على تاريخ علاقات بريطانيا وإيران، وده هيكون موضوعنا اللي هنتكلم فيه بعد كده في حلقة تانية يعني، لأن فيه كواليس ومحطات وأمور غير عادية. ما علينا، فمش ده يعني كلامنا، مش ده هنتكلم فيه مرة تانية. ف إيران وقادتها لهم حلم وطموح كبير جدا، ويتفق هذا الحلم من منظور آخر مع أسامة بن لادن، يتفق هذا الحلم مع صدام حسين، ومن هنا كان يجب أن يكون فيه حلف. حلف. الحلف اللي يجمع أسامة بن لادن بإيران ويجمع أسامة بن لادن بصدام. معرفش بقى يجمع أسامة، يجمع صدام بإيران ولا ما يجمعش، ده موضوع تاني، لكن أنا بكلمك في المعلوم والذي يمكن أن يقال الآن. إحنا بنتكلم على الموصل، نتكلم على الحقائق الخطيرة في هذه اللعبة المميتة والدائرة الملتهبة، دائرة اللهب وكرة النار وقوة الحريق التي تهدد العالم وليست المنطقة، والناس العوام عاديين وطيبين وبيتكلموا في قضايا أخرى. فبناء على ذلك أرسل أسامة بن لادن، أرسل أبو مصعب الزرقاوي إلى العراق، واللي ده في عصر صدام. مش أبو مصعب الزرقاوي راح العراق في 2003، لا، أبو مصعب الزرقاوي في العراق من بعد 93، قبل 9 سنوات، يعني راح 94، قبل 9 سنوات من سقوط التمثال، او اللي هو ايه 9 ابريل سقوط بغداد، يعني اللي هو السقوط الرسمي للتمثال 9 ابريل 2003. فابو مصعب الزرقاوي بقى
وبالمناسبة فأبو مصعب الزرقاوي كان موظف في الأردن وانضم لتنظيم القاعدة، وأرسله أسامة بن لادن إلى العراق ليكون قائد تنظيم القاعدة لجناحها العسكري بعلم الرئيس صدام في العراق. خصوصا امتى؟ ما هو حدثت الحرب، ما انا بقول لك صدام حسين مختلف تماما قبل 90، يعني صدام حسين مع الكويت وبداية دخول الكويت ده كان بداية السلوك العملي للاختلاف والاتجاه نحو ايه؟ الغزوات، فكرة الغزوات وفكرة الضم والغزوة والثروة والممتلكات والغنائم وهذه الأشياء. ولذلك كان هذا الكلام بيحمل كل مفاهيم الغزو العسكري الإسلامي والغزوات الإسلامية والضم والمصطلحات الدينية، وبدأت كل المفردات وكثيرا منها بقت مفردات إسلامية. كل ده بفضل أسامة بن لادن. أبو مصعب الزرقاوي موجود من 1994، خصوصا إن من بعد سنتين بدأت بقى من الدخول الأمريكي للعراق و34 دولة بيجيشوا، فبدأ صدام يتكلم في الإسلاميات ويتكلم في الدين ويتكلم في قال الله وقال الرسول، ويبدأ خطب وينهيها بآيات قرآنية، وبدأ هذا الأمر يختلف عن صدام حسين قبل 89 تماما، ولازم نستوعب. فإلى أن قتل أبو مصعب الزرقاوي في يونيو 2006 بعد نهاية حكاية صدام والقبض على صدام إياه اللي هو بتاعنا بنقول عليه الشبيه ول 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 ول. فجي بعديه من؟ الولد أبو مصعب الزرقاوي مواليد سنة 1966 ومات سنة 2006، يعني عاش 39 سنة، مكملش 40 سنة. فأتى بعده أبو الراجل بقى اللي هو إيه؟ تلاقي في رسائل بن لادن اللي أعلن منها بعضها بيخاطب حد اسمه إيه؟ كريم، ومرة يقول له يا إله كارم ومرة إلى كريم. كارم وكريم ده هو ده أبو أيوب المصري، ده مواليد سنة 1958 من سوهاج في صعيد مصر، كان بيعمل مدرس ودخل جماعة بن لادن اللي هي تنظيم القاعدة وأصبح قائدا كبيرا، الرجل رقم ثلاثة بعد أسامة بن لادن وأيمن الظواهري. المهم فهذا الرجل أرسل إلى تولي المهمة بعد أبو مصعب الزرقاوي، تولى المهمة أبو أيوب المصري إلى أن قتل. كان طبعا أبو مصعب الزرقاوي قتلته أمريكا في غارة، إلى أن قتل في 2010 أبو أيوب المصري. فأتى واتقال بقى الفيلم والحدوته بتاعت، مش هنقف دلوقتي مع أسامة بن لادن خالص، مات قتل او ما قتلش، أسامة بن لادن ده موضوع اخر هيحتاج للحلقات وكلام واشياء كثيره جدا. وحدث الحكايه بتاعت مقتل بن لادن وقتل ابو ايوب المصري سنه 2010، وبعد ذلك في 2011 ظهر ابو بكر البغدادي، شاب من مواليد 1971 ميلادية، حصل على دراسات إسلامية وماجستير ودكتوراه في الدراسات الإسلامية والشرعية، وبدأ يقود ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية اللي هو داعش. الله، انت قدام قيادة. لاحظ ان ابو مصعب الزرقاوي كان عنده جماعة جهادية في العراق وهو اصلا من الجماعة بتاعة أسامة بن لادن القاعدة، وايضا ابو بكر ايضا كان عنده جماعة اخرى برضو جهادية صغيرة، وبقى عامل فهو منشق وبقية
من وقيادة باقية وبقية من أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة. فكل دول بقى موجودين في العراق. قتل فين بقى الأول قبل ما نبعد بعيد؟ هذا الرجل اللي جاي من سوهاج عبر تنظيم القاعدة عبر أسامة بن لادن قتل فين؟ في تكريت، بلد صلاح الدين الأيوبي وبلد صدام حسين. طيب ايه اللي جاب القيادات الاسلاميه دي كلها من العالم كلها وراحت بتتجيش في تكريت بلد صدام حسين وبتتجه مع اكس او مع حد غير معلوم الى الموصل وموجوده في منطقه في العراق؟ وليه العراق يعني؟ طب ما سوريا فيها حاجات كتير، ما هماش كلهم ليه موجودين هناك؟ طيب ما اليمن فيها، مش موجودين ليه في اليمن؟ ليه في العراق؟ عشان العراق صدام حسين، عشان صدام حسين اللي سمح لهم بالدخول وبالحلم من الاول وعاش الحلم مع اسامه بن لادن، وعشان صدام حسين لسه عايش ما ماتش، لان لو صدام حسين مات كانت تفرقت بهم السبل، لان دي قيادات صغيره، ديكور صغيره للغايه، كيانات صغيره. مين ابو بكر البغدادي ده؟ ده حته عيل يعني اصغر مني ب 11 سنه. مين ابو بكر البغدادي اللي محير العالم ده ويقول لك؟ وبعدين من اكاذيب امريكا، لان مشكله العالم انه بيبني افكاره الواهيه على كاذبات امريكا واعلامها البق، بق الاعلام الامريكي. امريكا اعلنت 4 مرات عن مقتل ابو بكر البغدادي، واعلنت 5 مرات عن مقتل عزة ابراهيم الدوري، ويطلع عزة ابراهيم الدوري يتكلم ويطلع ابو بكر البغدادي يتكلم. ده انت مش دوله عظمى، ده انت دوله خيخ، دي امريكا دوله بق بس. هات لي امريكا حاربت دوله عظمى في تاريخها. بريطانيا اعظم من امريكا مليار مره. بريطانيا دوله احتلت 2/3 العالم في وقت من الاوقات، بصرت نفوذها على اكثر من 65% من الكره الارضيه. بريطانيا احتلت امريكا عشرات السنين. لكن امريكا النهارده مش في وعيها، دوله في طريقها. سيبك من السقوط والناس اللي عماله تقول لك وانهيار امريكا والبتاع قالت والحمامه قالت لي والعصفوره قالت لي، الكلام ده كلام عيب يتقال لمفكرين وناس بتفهم وسياسيين وناس كبار، ما ينفعش نقول لهم الكلام ده. الكلام ده ينفع نقوله كده في اماكن في الخرابه يعني، عيب ما يتقالش. لكن امريكا بتنحدر الى المنحدر، امريكا وهم بالوني. المهم، فما الذي جمع كل هذه القيادات؟ الحلم في طرد امريكا والغرب من الخليج. فاجتمعت كل هذه القوة وقررت ان هي تبقى متحدة مع بعضها وتبقى متواجدة. فالمسألة مش سهلة، مسألة خطيرة للغاية. والآن هل جيش البشمركة والجيش النظامي العراقي والتحالف الشعبي والتحالف الدولي هل ممكن يكسب في معركة الموصل الفاصلة؟ أنا أقول لكم بعد كل ذلك مستحيل، مستحيل. ليس حبا في صدام ولا كرها في أمريكا ولا شيء من هذا، وإنما الوقائع الحقيقية بتقول كده بعد كل اللي قلته لحضراتكم ده. أمريكا عشان تحارب على أرض مش بتاعتها بإمكانيات كبيرة ما بتقدرش. أمريكا تعمل حرب خاطفة، تعمل احتلال معين فوق الأرض. أمريكا ما تقدرش تحارب تحت الأرض. وده اللي صدام حسين عمله هو وأسامة بن لادن في العراق من سنة 91، بيشتغلوا فيه سوا بشكل سري.
صناعة مخابئ وأماكن سرية وسحرية، شبكة من الأنفاق السرية تحت العراق. العراق عائمة على مش نفط، على شبكة غير عادية من الأنفاق، من الأماكن والدهاليز السرية. مخترقة الدول بتطلع، شوف 466 كيلو فيها أنفاق واصلة من الرقة إلى الموصل، ويجهلها أي حد إلا القيادات. السؤال، الراجل اللي موجود اللي انتوا بتقروا انه موجود، عزت إبراهيم الدوري رفيق رحلة صدام، يبقى موجود وصدام يعني مش موجود؟ طب يبقى موجود وما هوش ليه قائد التنظيم بتاع بدل البغدادي؟ لا، هي ادوار واماكن وقيادات، وفي قياده عليا. قيادات، هذا يقود الجماعه النقشبنديه، الطريقه النقشبنديه، هذا ما هو ده اسمه استراتيجيه تغيير الجلد عند صدام حسين. صدام حسين متعود على بين قوسين كده المرمطه دي، وهو لسه قد كده صغير، متعود على حرب الشوارع، متعود على حرب الصحراء، متعود على حرب الهواء والارض والجو وطواحين والجو وطواحين الهواء. فالمساله عنده غريبه الشكل، يعني يوم في طرابلس، يوم في مش عارف فين، يوم في مش عارف فين، يوم في مش عارف فين، يوم فين، يوم فين، يوم فين، يوم فين. لا، شبكة كبيرة من الأنفاق، شبكة كبيرة من العلاقات، شبكة. صدام لعب على فكرة الخيانة اللي اتخدع بيها في 2003، بدأ يستخدمها مع خصومه، بدأ يشتري خصومه. صدام يتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم، كبيرة جدا. صدام له علاقات ضاربة بأنظمة كبيرة ما زالت تحكم على الأرض في النور. صدام له علاقات ضاربة سياسية مع جماعات وتنظيمات على مستوى العالم كبيرة جدا. والسؤال مرة أخرى، من أين أتت هذه الأسلحة الثقيلة والغير تقليدية والطائرة والمتحركة والسائرة والجارية والراكبة والجالسة والواقفة لتنظيم داعش؟ من أين؟ في حين ان امريكا بترصد دبة النملة على سطح الكرة الارضية، ما رصدتش المفاوضات السرية ما بين داعش وقادتها ورجالها وهم بيعملوا جلسات سلاح. خليها ما رصدتش ده، ما رصدتش مخازن السلاح. فين مخازن سلاح داعش الرهيبة دي؟ لذلك انا بقول لكم، ممكن داعش تخسر المعركة على الأرض، فوق الأرض، فوق الموصل، ده لو حصل ممكن تخسرها، بس مش هتنتهي داعش، مش هينتهي كل التنظيمات اللي قلت لكم عليها دي، هتتسرب تحت الأرض وتتسرب فوق، ويعيشوا مع المجتمع الموصلي وغيره عادي جدا، زي ما تحلل الجيش العراقي وانخرط في الشارع وما تعرفش، وبقى عادي خالص، وبعد ساعة ساعتين شهر شهرين يشتغل ويوجد في مكان آخر ويحقق اللي هو عاوزه. ده لو انكسر في المعركة في الموصل، وأنا بقول لكم برؤيتي صعب انكسار وخسارة معركة الموصل، لأنها معركة مش تقليدية. قد تصل، بقولها مرة تانية أهو، قد تصل، وهقولها مرة تالتة، قد تصل إلى استخدام أسلحة غير تقليدية. أنتوا ناسيين إن داعش استخدمت ضد نظام بشار برضو في سوريا وفي الأنبار وفي أماكن أخرى في العراق، استخدمت أسلحة ممنوعة. أنتوا ناسيين إن عندهم طيارات بدون طيار زيها زي أمريكا بالظبط. احنا مش عاوزين نحط راسنا تحت الارض زي النعامه. انا متحفظ على فكر داعش،
وعلى شغل داعش وعلى قتل الناس بأي حال من الأحوال تحت أي مسمى، واعتبره جنوح سياسي وجنوح ديني وهرطقة دينية وسياسية بالمرة، أي إن كان داعش ينتمي لمين. أنا يعنيني الأمن والسلام في العالم، الأمن والسلام في العالم ده اللي يعنيني للبشرية كلها على مختلف أفكارها وأديانها وتوجهاتها السياسية والدينية ومذاهبها الفكرية. أنا مش ربنا، مش مسؤول عنه، كل واحد حر، لكن من حقنا نعيش في سلام. أنا أرفض الإرهاب الأمريكي والإرهاب الغربي والإرهاب العربي والإرهاب الديني والإرهاب الداعش، أرفض كل هذا كله تماما. فأنت أمام معركة بالفعل فاصلة، يستدرج لها تركيا وبيستدرج لها روسيا، واستدرجت بالفعل لها أمريكا، واستدرج لها الخليج، ومعركة هتكون بشكل غريب جدا ستفرض على إسرائيل التدخل، لأن الرجل اللي ضرب 39 صاروخ على أمريكا لا يزال حيا، وهدفه هو ضرب إسرائيل في عقر ضرب، وإسرائيل بتمتلك ترسانة غير تقليدية من الأسلحة المحرمة والأسلحة وترسانة نووية، وإيران بتمتلك ترسانة نووية، وصدام حسين بيمتلك أشياء رهيبة للغاية، والتنظيمات دي كلها بتمتلك أسلحة غير تقليدية. طب أين الإنسان؟ أين الإنسان البسيط اللي هو غصب عن كل هذه الحيتان وأحلامها وقود للمعركة، سواء كان جندي مغيب شايل سلاح، سواء كان جندي داعش أو جندي أمريكا مغيب بيقتل إنسان، لماذا كل هذا؟ أو سواء كان واحد فرد في المجتمع لا حامل سلاح ولا حامل حتى كتاب ولا حامل أي شيء غير حامل حلم ورغبة في الحياة رفقا بالبشر، رفقا بالناس، رفقا بالأحلام، رفقا بنا يا معشر التوابيت والتابوهات والطواغيت، رفقا بالإنسان، رفقا بالأحلام، رفقا بهذه البشرية المسكينة الطيبة، رفقا بالأمة العربية، رفقا بالأقطار العربية، رفقا بالأمهات، بالبنات، بالأبناء، بالأطفال. تثكلت وترملت النساء، فقرت الأم وليدها، وفقرت الأسرة عائلها، كل هذا من أجل الحروب، رفقا بالإنسانية. شكرا لكم، وأعتذر على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع اللحظة الفارقة، الآن مع الحسم، الآن مع الحقيقة، الآن مع صدام حسين. ستسمعون صدام حسين، أنا أقول لكم، ستسمعون القائد والزعيم المنصور صدام حسين المجيد أبو عدي وقصي ورغد ورنة وحلا، القائد المنصور صدام حسين. كتير كذبتونا، كتير وجعتوا قلبنا، كتير ما صدقتوناش، مش قضية، قلتلكوا هتصدقوا في الوقت المناسب. أنا استطعت بصعوبة بالغة أن ننتزع من الزعيم موافقة على
عرض هذا التسجيل لحضراتكم. الحقيقة هو آخر مكالمة تليفونية أتتني من السيد الزعيم صدام حسين. أنا كنت نايم، السيد الزعيم اتصل بيا قبل المغرب، كنت أنا بعد يومين عمل متواصل بفرغ في 38 ساعة مونتاج سجلتها مع الزعيم في الفترات السابقة، هي حوارات كاملة عن حياة الزعيم وأسرار الزعيم السياسية والحياتية والإنسانية في أضخم مذكرات وحلقات نشر صحفية في التاريخ لسياسي كبير بحجم صدام حسين. ما نمتش من يومين، فجأة اتصل بيا، ردت عليه بنتي، أنا حذفت المقطع بتاع بنتي بس اللي هو حوالي 30-40 ثانية في الأول، فاتصل قالت له مين؟ قال لها طبعا كلمة السر المتفق عليها، قال لها الأستاذ محمد موجود. قالت له مين حضرتك؟ مين معايا؟ متفق عليه يعني. فقال لها الرئيس صدام حسين. جت صحتني جاري بسرعة بنتي وأنا نايم، قمت زي مش مركز يعني خالص، في حالة يعني يرثى لها. هتسمعوا بقى اللي حصل بيني وبين القائد صدام حسين. هو حس اني نايم فاختصر المكالمة وقال ايه؟ الان لاول مرة بعد مكالمة الزعيم مع حسن العلوي، لاول مرة ستسمعون صوت ابو عدي. اسمعوا كويس واعرفوا التاريخ وصدقونا، مش هنتعالى ولا نقول اي حاجة خالص، هنقول ان احنا قلنا لكم ان الزعيم موجود من 2007، قلنا الكلام ده، والزعيم معانا من 2010 و2014 و2015 و2016 الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. كل التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنيس الدغيدي. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله. معك الرئيس صدام حسين. أي أهلا بيك، اتفضل، أهلا وسهلا. شلونك؟ الله يحفظك، كيف الحال؟ حياك الله. أهلا بيك، اتفضل. الثاني أشكرك باسم العراق باسم الرئيس صدام حسين. أهلا بيك. نعم، الله يحفظك. حسين أنت دخابر العراقيين الأشراف. الله يحفظك، أهلا بيك، منورني ومنور الدنيا. أنت أخبارك إيه؟ زين، شلونك أنت؟ الحمد لله، الحمد لله. العراق بخير ورجالتها بخير وكل مناضلينها بخير. عافية. اي والله بخير، كلهم بخير الحمد لله. الثاني اشكرك. نعم. على كل شيء زين. ربنا يحفظك. اتحت للعراق وللأمة تاريخ عظيم. ربنا يحفظك، ده من اخلاقك الرفيعة. عافية. وانت انا اشكرك وعاود الاتصال عليك في وقت ثاني. اهلا بك. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله. معك الرئيس صدام حسين. اهلا بك، اتفضل، اهلا وسهلا. شلونك؟ الله يحفظك، كيف الحال؟ حياك الله. اهلا بك، اتفضل. الثاني اشكرك باسم العراق باسم الرئيس صدام حسين. اهلا بيك. نعم، الله يحفظك. حسين انت دخابر العراقيين الاشراف. الله يحفظك، اهلا بيك، منورني ومنور الدنيا. انت اخبارك ايه؟ زين، شلونك انت؟ الحمد لله، الحمد لله. العراق بخير ورجالتها بخير وكل مناضلينها بخير. عافية. اي والله بخير، كلهم بخير الحمد لله. الثاني اشكرك. نعم. على كل شيء زين. ربنا يحفظك. اتحت للعراق وللأمة تاريخ عظيم. ربنا يحفظك، ده من اخلاقك الرفيعة. عافية. انا اشكرك وعاود الاتصال عليك في وقت ثاني. اهلا بك. الو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله. معك الرئيس تفضل. صدام حسين. أهلا بيك، اتفضل، أهلا وسهلا. شلونك؟ الله يحفظك، كيف الحال؟ حياك الله. أهلا بيك، اتفضل. الثاني أشكرك باسم العراق باسم الرئيس صدام حسين. أهلا بيك. نعم. الله يحفظك. هسه انت تخابر العراقيين الاشراف. الله يحفظك، اهلا بيك، منورني ومنور الدنيا، انت اخبارك ايه؟ زين، شلونك انت؟ الحمد لله، الحمد لله. العراق بخير ورجالتها بخير وكل مناضلينها بخير. عافية. اي والله بخير، كلهم بخير الحمد لله. الثاني اشكرك. نعم. على كل شيء زين. ربنا يحفظك. أتحت للعراق وللأمة تاريخ عظيم. ربنا يحفظك، ده من أخلاقك الرفيعة، من أخلاقك الرفيعة. عافية. أنا أشكرك وأعود الاتصال عليك في وقت ثاني. أهلا بك. المجاهدين من سمى البابلين ونبذي أخبارهم صدق الله العظيم. أيها الشعب العظيم، أيها النسامى في قواتنا المسلحة الباطلة، يا أبناء المدينة المجيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك. وقد وصلني ما يقوله العراقيون ايها المسلمون المتزاهدون. لماذا لم نسمع صوت صدام حسين منذ فتره من الزمن؟ وكانهم في هذا يستحقون صدام حسين ليتكلموا بالمسلمين. واقول انتباعا انني مستاذ اليكم ايها الاحبه، مع أنني بينكم وصلت فرصكم، ولكنكم تعلمون أيها الأخوة والأبناء، أيها الأحبة، أن وقود الكلام المسجل صوتيا إليك قدر وسائله لا يسير بنفسه إخوان الذي كنتم قد اعتدتم عليه سابقا، رغم ما تظنون من محاولات إيصاله إليكم قبل العام. ومع ذلك فإنكم محقون في ملاحظتكم، وعلى هذا خاطبكم اليوم لأقول لكم من بعدكم ومعكم العرب الشرفاء وكل المؤمنين في أمتنا وفي العالم، لقد قلت لكم قبل المنازل الأخيرة وأسماءها باسمي وباسم القيادة، لأننا لن نحضركم بعون الله ولن نجعل الله يغضب علينا ولا يرضى عنا ثمان الرضا، لو انفعنا ورغبنا للتهديدات الأمريكية الصهيونية، وقبلنا بأن يفرضوا على العراق ما يشاءون ويحتلوه من غير قتال، فيذلون إرادته المؤمنة وحشاده في المعيش حرا ويقرر بكرامة إيمان ووطنية حقيقية ويسد عليه أبواب المستقبل. نحتاج إلى أن نحتفظ بسراسيمنا في القتل تحت سيطرتهم الاستعمارية الدافعة، لنكون مثل الآخرين تعرفونهم، قاضوا وقاضوا ما يفعلون. قاد العباد وقاضوا ما يفعلون، وهكذا وصلنا عهدنا ووعدنا لكم، وضحينا بما ضحينا به الا المبادئ القائمة على الايمان العظيم ومعاني الشرف الرفيع والشعب والامن، وحينا بالحكم ولم نحمل بعهد الله ولا
لم نفعل الشعب والأمة والكبر الخيرين والسائرين بالظهر لا بالاستسلام ولا بالتخاذل. ونحمد الله ونشكره على كل شيء. أود أن أبين للجميع بأن رفاقي وإخواني أعضاء القيادة والجنودين في العراق الآن تعلم لذلك فإنني أحييهم وأحييكم وأحيي المجاهدين في سجون الاحتلال وساحات القتال وأحيي صمودهم وجهادهم وتضحياتهم وأدعو إلى الله مستقبلا العزيز القدير أن يمنحهم الصبر ويلطف عليهم بما يجعلهم قدوة للعراقيين ولأبناء أمتهم ويكونوا غدير في تصرفهم وما يفعلون. والله أكبر وليكفى الفاتحون. حبيبي سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي وحشني كتير. طمني عليك. طيب يا ريس طمني عليك. طيب الحمد لله. شلونك؟ كيف الأحوال؟ كيف الأحوال؟ الحمد لله الحمد لله. شلونكم انتم؟ شلون عم وصف؟ الحمد لله بخير والله والله بخير. كيف الأحوال؟ طمني عليك. يعني بارك الله فيك. قلقتني كل الفترة اللي فاتت لا ترد وعلى ما اتصلتش بيا وقلقتني جدا عليك. عافية. كيف الأحوال؟ إن شاء الله خير. أنا عاوز أقول لك اللي حصل بس أقول لك شوية حاجات مهمة جدا. شوية ملحوظات مهمة جدا. ثانية. اتفضل. بالنسبة لملك البحرين، إحنا كنا اتفقنا على إن فيه أنا بعمل لقاءات مع ملك البحرين. واستطعت ان انا اوصل للواء خليفة ابن احمد الفضالة ده رئيس المراسم البحريني. ده قدمت له قدمت له طلب عشان نلتقي وقدم مع جلالة الملك في البحرين. والحقيقة انا شايف ان هو يعني متردد شوية من احنا عاوزين ننصحه زي ما امرت ما انش عارف تقول لي اعمل ايه. دي ملحوظة بتاعة البحرين. في ملحوظة تانية. الو معك بالنسبة للاردن. بالنسبة للاردن انا التقيت بالفريق اول فيصل الشبكي اللي هو رئيس جهاز عندهم رئيس الجهاز بتاع الاستخبارات على اساس ان انا التقي برضو بجلالة الملك.
الحقيقة أنا شايف إن هم مش قد الحدث، يعني جلالة الملك في الأردن مش قد الحدث القادم، أنا مش عارف برضو أعمل إيه. هاي كلهم، هاي كلهم عزيز عملاء. صحيح صحيح صحيح، يعني عملاء لا شك. لما خانوا جمال عبد الناصر سيادتك يا ريس قبل كده في 67 ونقلوا الخطة لجولدمائير أبوه الملك حسين، نفس الطريقة نفس خونة وعملاء، مفيش نقاش. خونة كلهم العرب خونة. صحيح صحيح. لا ولا لا، ولكن بإرادة الشعب وإرادة الله سبحانه. الله أكبر. تتحقق الإرادة وتحقق النصر. الله أكبر. أمام الجبناء وأمام الخونة. الله أكبر. ليحيى الجهاد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عفيه. الله أكبر يا ريس. إيران سيادتك عارف إن أنا رحت إيران. الله عليها. نعم لعنة الله عليها طبعا. بيحاولوا يفتحوا معايا خطوط، انا ما شفتش غباء اغبى من هؤلاء الناس. بيحاولوا يفتحوا معايا خطوط، وعن طريق سفيرهم اللي كان موجود هنا مجتبى اماني، وعن طريق محمود احمد نجاد، لان انا كنت التقيت بيه مع محمد مرسي، مع الرئيس مرسي في قصر الاتحادية. كان عزمني هناك يا ريس في قصر الاتحادية، والتقيت بيه محمود احمد النجاد مع محمد مرسي. واتكلمت معاهم وقلت لهم يعني انتوا مالكمش اي حل غير الانهيار والسقوط والتردي، لما كان الرئيس التركي عبد الله جول هنا عند محمد مرسي، والكلام ده قلته لهم في قصر الاتحاديه، وقلته للسفير لما عزمني لمقابله محمود احمد النجاد في بيت السفير في مصر الجديده. مش عارف برضو الناس دي ما عندهاش وعي يا ريس، الناس دي ما عندهاش وعي في ايران. ايران مثل الكلاب، انا الله عليهم. صحيح. كل خزي وعار تجاه الامة العربية. نعم. هم وراهم. نعم. 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 انا شايف ريس حاجة بالنسبة لي بالنسبة لي الفرنسا. انا شايف انا ممكن احمل رسالة، هم بيحبوا صدام حسين يا ريس، هم مؤمنين جدا بقضيتنا ومؤمنين بسيادتك. انا ممكن التقي بالرئيس فرانسوا هولاند واحمل له رساله صداقه جيده، لان الراجل ده ممكن يبقى عنده موقف كويس، واذا ما فيش موقف كويس، لان كان في صداقات قويه بين سيادتك وبينهم زمان، فماذا ترى؟ هل افتح خطوط مع الراجل ده؟ انا مش عايز اخلي الناس كلها خصومنا، ولا تؤمر بايه؟ حتى كلهم الان عرفوا قيمة العرب وقيمة صدام حسين طبعا، وقيمة العرب. صحيح الان. صحيح. فاصبح اما صدام حسين او هؤلاء الخونة الدواعش. صحيح صحيح. ولكن فداه في ارادة الله عما قريب باذنه عز وجل. نعم نعم. والان نحن سنضطر وسنحارب وسنرسل خطابات الى اليمن لنصرة اخواننا في اليمن وهذه الفتنة اللعينة. احسنت احسنت احسنت. والعراق سياتي النصر سياتي الله بفرج قريب باذنه عز وجل ان شاء الله ان شاء ولكن الله. ولكن في الايام القادمه باذن الله. نعم. سوف ارسل الخطاب اليك وترسله على قناه الجزيره ان شاء الله. حفظك الله. وامل منك يا استاذ هنيه. نعم. ارسل الخطاب هاي ما اريد. نعم. انه تلقائيا من صدام حسين الى الاستاذ هنيه. انا تحت الامر تلقائيا بس. نعم. تلقائيا بتنشروا على قناة الجزيرة. حاضر. والموضوع الثاني هو نعم إضافة أصوات نعم بمعنى أنه هناك يكون تضليل لهم طبعا طبعا. تشويش، هنعمل تشويش يا ريس. نعم نعم نعم. فبهذا الخطاب سوف نزلزل العالم. الله يا ريس. أحسنت أحسنت أحسنت. سوف تخرج رايات الجهاد من العراق إلى الشام. الله يا ريس. الله أكبر. وحتى اللعين الأسد. نعم. خائنا لبلده. خائن العروبة. وخائنا للأمة العربية والإسلامية. الله أكبر الله أكبر. نعم نعم نعم. سوف ينتصر الحق بإذنها عز وجل بإرادة أبناء مصر أولا. أولا الشرفاء. نحن معك يا ريس. نحن معك يا ريس. نحن عافية. نحن معك يا ريس. عافية. نحن معك يا ريس. كل المعافية. على فكرة عاوز أقول لسيادتك الأستاذ محمد حسنين هيكل الله يرحمه، الكاتب الكبير اللي مات الأسبوع اللي فات،
التقيت التقيت بيه قبل ما يموت يا ريس بحوالي شهرين ثلاثة. قال لي أنا عارف إنك بتقابل القائد صدام حسين، أرجوك سلم لي عليه وبوس لي راسه. طب يا والله والله يا ريس. بارك الله فيك. نعم. بارك الله فيك. نعم الأستاذ. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله عليك. نعم اللي يحب سيادتك يا ريس، يحب سيادتك. هؤلاء هم العرب الأشراف. صحيح. وليس الخونة العملاء بعد الدولار الأمريكي. أحسنت أحسنت نعم. ويقول لي الأستاذ هيكل الله يرحمه أن هذا هو صنو وصديق ورحلة جمال عبد الناصر، وهذا حب جمال عبد الناصر. أيوه. على سيادتك يقول هذا يعني. الناس بتستعجلني يا ريس، الناس بتستعجلني في كل مكان في العالم أروحه، في كل مكان يقولوا متى يعني نريد الرئيس، نريد الرئيس يطل بطل الصوت، أرجوك يا سيادة الرئيس نريد طل الصوت قوية. ولذلك احسنت بفكره الخطاب الذي تكلفني به سيادتك لقناه الجزيره والقنوات العظيمه الاخرى. اتمنى يا ريس ان يبقى في طله كبيره من سيادتك بخطاب كبير نريح الامه، لان الامه منتظره طله سيادتك. عارف شلون الحال وشلون القوات وشلون الاعين. صحيح. هي محاطة بكل الاتجاهات. صحيح صحيح يا ريس. سيكون هناك تنظيم وسوف اتواصل معك لاشرح اليك الطريقة. احسنت. انا قلت لتوصيل الفكرة. ان شاء الله ان شاء الله. حتى لا يكون هناك استنتاجات. صحيح. كضعف. صحيح. او غير ذلك. كما سيكون خطط مدروسة موجهة الى العرب. صحيح. والى كرامة العرب. نعم. ليحفظوا حقوقهم التاريخية. صحيح. تجاه الخونة والعملاء. صحيح صحيح. سيادة الرئيس النهاردة أنا شايف الرئيس باراك أوباما الأمريكي اللي خارج السيدة هيلاري كلينتون وخارج دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة بعد أوباما المرحلتين الرئاسيتين. اللي أنا شايف إن هيلاري كلينتون دي من الصقور، يعني لو جات برضو هي هيبقى كأن جورج بوش وبيل كلينتون، يعني برضو قضيتهم هتبقى سيادتك، قضيتهم هتبقى صدام حسين. سيادتك شايف ايه يا ريس في الانتخابات الامريكيه اللي بتحصل دلوقتي؟ هاي لعبه وهاي نعم انت صوره الى بلاد ديمقراطيه وبلاد هي العينه. صحيح. نعم. مثل الكلاب هؤلاء مثل وقت ما جاءوا اتوك مثل الكلاب. نعم صحيح صحيح. ولكن هذا الشارع الامريكي هي دوله عظمى نعم والاطلاع عليها لابد ان يكون بادراك كامل ووعي نعم كامل. هذا صحيح. ومعرفة ليتم الإرشاد بشكل أصح. نعم هذا صحيح. واقتصال لواقع الحال لديهم. هذا صحيح. نعم. أما الأمور دائما لا تقاس بالمقياس. أحسنت. من يقوم ومن لا يقوم. صحيح صحيح. إنما تحت خطوط مدروسة وتحت واجبات ومستوجبات أخرى وغير ذلك. صحيح صحيح. ولكن هسه نحن هسه نعتصم على كل قطرة دم تخرج من عربي شريف. صحيح. أما كان على احتياج مادي أو على غير ذلك. نعم. ولكن سوف بإذنه عز وجل. نعم. نوجه الخطاب إلى الأمة العربية وإلى اليمن. أحسنت. نعم. بلاد الإيمان وبلاد التاريخ. يحبونك يا سيادة الرئيس، يكلموني هناك باستمرار في اليمن في كل مكان في العالم. وفيهم رجال. رجال نعم. صحيح. يقولون متى نرى السيد الرئيس؟ متى الزعيم يخرج؟ نريده يعني هم يريدون ان يكون فيه كلمة ويكون فيه طلة. لان سيادتك تعرف يا ريس ان حينما تطل سيادتك من بعد اخر مكالمة اللي كانت مع حسن العلوي تقريبا. هاي نعم هاي حسن العلوي وهاي امور صحيح مزيفة قدام حسين لا يتوسل لا الى العلوي ولا قوان العملاء. احسنت. نعم نعم نعم. انما نحن اذا اردنا الخضوع فالنهاية الخضوع ليكون لابناء بلد. صحيح. نعم. ولكرامة البلاد وكرامة الامة هذا يكون خضوع. نعم. في نهاية الامر وربما يكون في اعين الخونة هو خضوع، لكن من يرفع شأن امته ويرفع راس امته فهو كبر له في الدنيا والاخرة. صحيح. صحيح. نحن لا ننظر الى الحياة ولا ننظر الى من يكون ومن لا يكون. نعم. انما العرب. نعم صحيح صحيح. دائما هم يكونون انا في المقدمات. نعم نعم. ولكن انت هسه انتظر مني اتصال ان شاء الله.
لاسبوع لاسبوع او اسبوعين تتواصل معك ان شاء الله، واريد انطيك الخطاب وانت هسه بطريقتك تنشر عن شيء لا يعرفون انه عن طريقك انت. تمام. انما يتم طرحه على قناه الجزيره. نعم. فقط. نعم. ولا يكون عن طريقك. نعم. هسه حكون انت عارف ان هناك استخبارات او صحيح. نعم. انما يكون هناك ضغوط عليك فهذا لا اتمنى لا لك ولا لاي شريك. ربنا يحفظك سيادتك. نعم لا تقلق لا تقلق. نعم نعم نعم. يعني وانت استمر بعملك ربنا يوفقك ان شاء الله، وهذا جزاء في الدنيا قبل الاخره باذن الله. ربنا يحفظ سيادتك، ربنا يحفظ سيادتك. انا عارف انت انتظر اتصالي. نعم. وقت هل كل حادث حديث ان شاء الله باذن عز وجل سوف نحيا الامه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عافية بارك الله بك. ان شاء الله ان شاء الله. تحياتي يا رئيس. تحياتي يا رئيس. الله. انا كنت اسمح تسمح لي انصح بحاجه يا رئيس بعد اذنك. تفضل. نعم. انا عارف ان يعني سيادتك بتحب بتحب جدا الملك السعودي، راجل محترم جدا وانا بحبه الحقيقه. يعني انا احب نفتح برضو خطوط طيبه معاهم لان هم ناس محترمين، وانا ممكن افتح خطوط جميله مع وزير الخارجيه السعودي عادل الجبير، راجل محترم، والحقيقه الملك وولي عهد وابنه الملك سلمان والامير محمد ناس محترمين قوي. فيعني اتمنى وانا عارف ان سيادتك لا تفوتك دي نبقى فاتحين خطوط معاهم، لان كل الامه العربيه بتحبك، وحتى القاده اللي هم الخونه بيعملوا حساب سيادتك وبيخافوا منك. حتى اتواصل وياك. حاضر. اما طريقه النشر و نعم سوف اتواصل معك. حاضر. يطلع عليك الصوره كامله و... حاضر. وبعدها هسه نفكر في موضوع السعوديه وغير السعوديه. حاضر حاضر حاضر. نحن نريد حق الجماعة، لا نريد الاستشهاد ولا نريد لا لا ولا نريد الاستنجاد بغير رؤساء وملوك و... احسنت. نعم هذا صحيح. الاصرار يكون للشعوب ليس بالملوك، هم عناوين فقط. ليس صحيح. لهم قيمة إذا لم يكن هناك الشعوب. صحيح. هذا صحيح. هذا صحيح. هذا صحيح. أنا أعمل سيادتك والأمة من خلفك كلها بحب وبإعزاز وبود، وستجد كل الحب في حضننا وفي حضن كل الأمة العربية كلها مع سيادتك بكل تقدير. بارك الله فيك. وكل التحية يا فندم، وأنا سعيد بسماع صوت سيادتك وبتشريفي. ربنا يحفظك وبتشريفي وبخصوصيتي بهذه الطلة الجميلة يعني. وسلامنا لكل من عند سيادتك من أحبتك. تحياتي يا ريس. تؤمر أي أوامر يا ريس. بارك الله فيك. كل الشكر يا فندم. تفضل يا ريس. تفضل يا فندم. تفضل. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. مع ألف سلامة. السلام عليكم. America.